بينما يبحث العراق في سادس مؤتمراته الطاقوية عن حلول لمشكلة نقص الطاقة الكهربائية، أصبح الغاز الطبيعي لإقليم كردستان منفذا سهلا للخلاص من هذه المشكلة، بحيث أن وزارة الكهرباء العراقية تقول إنه في حال اتفقنا فإن غاز إقليم كردستان يكفينا ويزيد. موضوع الغاز أو الوقود هو اختصاص ذات النفط، لكن لتأثر ذات الكهرباء بالوقود حاليا فتحنا مباحثات ويا جانب ويا الإقليم في سبيل الاستفادة من الغاز الموجود في الإقليم. نعم نعم يفيدنا موضوع خاصة منطقة شمالية، عندنا طاقات تبريدية منطقة شمالية متوقفة عن موضوع الغاز. لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية يعتمد العراق على الغاز الإيراني، بحيث تراكمت على العراق ديون إيرانية عن شراء الغاز تبلغ 1,600,000,000,000 دولار. ولتقليل من الاعتماد على إيران والتخلص من الكلفة العالية، تنوي بغداد عقد اتفاق طويل الأمد مع أربيل بشأن الغاز الطبيعي. حقيقة الغاز هو موجود في كل الدولة العراقية، وهناك مشروع ضمن الورقة البيضاء يختص بعملية الغاز، وبالتالي احنا سائرين ضمن المديات الزمنية اللي خاصة بهذا العمل. هذا العمل كما قلت لك هو ليس عمل فوري وليس عمل سحري بدقيقة واحدة أو بيوم واحد، وإنما هو عمل تراكمي يتطلب الوقت. وتشير إحصائية أجرتها وزارة النفط العراقية في العام 2020 إلى أن احتياطي الغاز لإقليم كردستان يبلغ نحو 600 تريليون قدم مكعب، في حين يستورد العراق نحو 5 ملايين متر مكعب يوميا من إيران. صفاقوران روداو، بغداد.